مشاهدي ميديا ان تي في، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على إفريقيا. مرحلة انتقالية جديدة تم الإعلان عنها في تشاد، بموجبها سيرأس الجنرال الشاب محمد إدريس ديبي البلاد لعامين إضافيين، تنظم في نهايتهما انتخابات عامة لانتخاب رئيس للبلاد وسط رفض جزء من المعارضة لهذا التمديد. تجلى ذلك في خروج مظاهرات محظورة تسببت في صدامات دامية خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى. في هذه الحلقة مشاهدينا نتوقف مع المسار الانتقالي الجديد في تشاد من خلال محورين، نبحث في أولهما مخرجات الحوار الوطني وأولويات حكومة الوحدة الوطنية، وفي المحور الثاني نناقش التحديات والرهانات الداخلية والإقليمية. قبل نقاش المحور الأول نتابع هذا التقرير مع مجدولين بن شريف. ل24 شهراً قرر المشاركون في الحوار الوطني الشامل في تشاد تمديد الفترة الانتقالية وإبقاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي إتنو رئيساً للبلاد. على إثر ذلك نصب الجنرال الشاب رئيساً لولاية من سنتين بعد انتهاء الفترة الانتقالية الأولى التي استمرت 18 شهراً. قال محمد ديبي في خطابه بمناسبة التنصيب إنها سمحت بضمان استمرارية كيان الدولة وإحلال السلام والأمن وحماية سيادة البلاد. محمد ديبي الذي تولى السلطة بعد مقتل والده إدريس ديبي إتنو شدد على أن المرحلة الانتقالية الثانية ستكون مكرسة بالكامل لتنفيذ نتائج الحوار الوطني. أولى خطوات التنفيذ تمثلت في تشكيل حكومة وحدة وطنية ضمت 44 وزيرا ووزير دولة بقيادة معارض تاريخي للرئيس الراحل، حضرت فيها النساء ب12 حقيبة. ضمت الحكومة كذلك قادة متمردين سابقين وقعوا اتفاق الدوحة للسلام الذي أتاح مشاركة نحو 30 فصيلا مسلحا، وشغل فيها الدبلوماسي الأممي محمد صالح النظيف منصب وزير للشؤون الخارجية، وهو المنصب ذاته الذي كان قد شغله قبل عقدين. سيكون من مهام ثاني حكومات محمد ديبي العودة إلى النظام الدستوري من خلال تهيئة لتنظيم انتخابات عامة تشارك فيها مختلف الأطراف بما في ذلك أعضاء المجلس العسكري الحاكم. وللنقاش معنا من أنجمنا الأستاذ الجامعي والباحث الدكتور الأمين دودو عبد الله الخاطري، مرحبا بك دكتور. مرحبا بكم. دكتور، إذن تشاد بدأت مسارا انتقاليا جديدا هو نتاج حوار وطني شامل، لكن جزءا من المعارضة احتج على ذلك وخرجت مظاهرات قالت الحكومة إنها محظورة، عرفت صدامات بين الشرطة والمتظاهرين وخلفت حصيلة ثقيلة من القتلى والجرحى. ما السبيل دكتور إلى تسيير مرحلة انتقالية جديدة بأمان وتوافق وطني؟ شكرا لكم على الاستضافة، وبالتأكيد أن أفريقيا دائما وأبدا هي مأزومة بمثل هذه الأعمال والأفعال وحكومات أمر الواقع، ونحن جزء من أفريقيا نمر بمرحلة حكم واقع، حكم أمر واقع. بالتأكيد حصل هناك مؤتمر وطني شامل التأم فيه حوالي 1500 مشارك لمناقشة قضايا الدولة والسلطة، وبالتالي نتجت قرارات وتوصيات على إثرها تم تمديد المرحلة إلى 24 شهراً إضافية بنقل الشخص الذي رأس الانتقالية الأولى بأن يرأس الانتقالية الثانية، ثم بعد ذلك تفضي هذه المرحلة بمشيئة الله إلى انتخابات. إنما دكتور السؤال الآن الأبرز، الشيء الضروري نعم، السؤال الآن الأبرز هو أن هناك جزء من المعارضة يعني يحتج على هذا التمديد الثاني، ويعني خرجت احتجاجات وكان هناك قتلى وجرحى وغير ذلك. السؤال الأبرز إذن كيف يمكن تسيير هذه المرحلة الانتقالية بأمان وتوافق؟ نحن بالتأكيد هناك يعني في ناس غير راضيين على هذه المرحلة وبأن تسير بنفس الشخصية، ولكن هذه المعارضة ما كان لها أن تسلك المسلك الذي هو يوصف بكل بساطة
طريق العنف وطريق الاحتياجات غير السلمية. نحن على يقين أن الحكومة التي تولدت عن المؤتمر الوطني الجامع ليست هي المدينة الفاضلة وليست هي الحكومة المنتظرة، ولكن ندرك تماما هناك في سلبيات وهناك في نواقص، إنما بالحوار بالحكمة بمساعدة الأخوة الأشقاء والأصدقاء في إدارة الحوار كما تفضلت قطر الشقيقة نستطيع أن نعبر. أما محاولات سلي الحكومة عن مسارها بإقامة مظاهرات احتجاجية يتولد عن عنف، وعن هذا العنف يتولد عدد كبير من القتلى، في الحقيقة ولا الحكومة الانتقالية كانت ترغب في حصول مثل هذه الأحداث ولا النتائج، ولا نحن كمواطنين عاديين نتمنى أو نرغب في حصول مثل هذه الأحداث والنتائج. طيب دكتور، على ذكر يعني الحوار وبأنه المخرج الوحيد للأزمة، أولى خطوات تنفيذ نتائج هذا الحوار الأخير تمثلت في الإعلان عن حكومة وحدة وطنية ضمت قادة سابقين لبعض حركات التمرد، ما أهمية ذلك وما دوره في تعزيز المصالحة الوطنية؟ بالتأكيد خطوة إيجابية، ونتمنى للأخوة الذين هم في صف المعارضة ولم ينخرطوا في مسألة الصلح أو حتى في دخول الحكومة، نتمنى عبر الحوار أن تصل معهم الحكومة إلى توافقات، وهذه التوافقات تجنبنا مثل هذه الأعمال التي كل أحد منا اليوم يتأسف على حدوثها وعلى نتائجها. ولكن دائما وأبدا قد تأتي الأقدار بالأخطار، ولكن نرجع ونطالب أن الحوار هو الحل الوحيد، وأن دولة مثل دولتنا تعاني التخلف في كل شيء من وسائل سبل الحياة وضائقة مالية، وهذا بصرف النظر عن الأحداث العالمية والدولية التي نسمع عنها، الاختناق السياسي في ليبيا الشقيقة، الأحداث في سوريا، اليمن، أوكرانيا وإن كانت بعيدة فإن آثارها وصلتنا عن طريق الدقيق وعن طريق الفرين وما إلى آخره. في مثل هذه الأجواء الملقمة يفترض يكون الحوار هو الخيار الوحيد، وليس هناك أي خيار سوى الحوار. طيب دكتور، بعد جلسات الحوار التي تمت في الدوحة وبعد أيضا الحوار الوطني في نجامينا، ما السبيل الأمثل الآن إلى يعني مسار انتقالي ناجح تشارك فيه مختلف الأطراف سواء من طرف من المعارضة أو من المتمردين السابقين؟ بالتأكيد الحكومة التي نجمت عن مقررات المؤتمر الوطني الشامل السيادي، نحن لسنا راضين عن الكثير منها، ولكن الذي نرضى عنه هو يتمثل في جانب استتباب الأمن والاستقرار ومشاركة وقبول المجتمع الدولي بما أنجزنا من خلال المؤتمر، وعن طريق النتائج التي توصلنا إليها عن طريق التفاوض مع أخواننا في الطرف المعارض، وتم ذلك في توقيع بالدوحة في قطر، وجزء منهم شارك في هذه الحكومة. هذه المشاركة في حد ذاتها تعبير عن حسن النية سواء من الحكومة في الداخل أو من المعارضة التي وقعت على السلام وجاءت. المشاركة في العمل هي في الحقيقة تعبير عن حسن النية من أجل سلامة وصيانة الأمن والاستقرار في داخل هذه البلاد. دكتور، الآن في يعني المرحلة الانتقالية الجديدة هناك حكومة وحدة وطنية تضم شخصيات كانت من المتمردين السابقين، هناك حضور كبير أيضا للنساء، هناك أيضا على ذكر البعد الدولي هناك حضور دبلوماسية أممية في هذه الحكومة ممثلة في محمد صالح النظيف. على ذكر هذا الجانب الدبلوماسي، كيف يمكن للدبلوماسية التشادية يعني أن تنهض في ظل هذه الحكومة إقليميا ودوليا؟ بالتأكيد سيدي، ربما يكون عند الدبلوماسية الشخصية المتمثلة في السيد محمد صالح النظيف ربما لديه حلول ولديه أجندة من نسجها خلال تاريخ طويل من العمل الدبلوماسي مع الأصدقاء، ونحن نعرف بأن النص القانوني
أحيانا كثيرة قد يجمد، لا نقول يعطل، قد يجمد أمام العلاقات الشخصية الناجحة في ظرف معين، طالما هذه العلاقات لا تنعكس سلبا على أي طرف من الأطراف. ربما يكون عند جانب من هذا ويأتينا بشيء جديد خارق للعادة. إنما إذا رجعنا إلى ما هو موجود ونبني النتائج على معطيات بين أيدينا، أن الأخوان العسكر تعهدوا بتسليم السلطة إلى مدنيين مع نهاية 18 شهر، لكن هذا الأمر لم يتحقق، وأنهم تعهدوا بهذا التعهد للجماعة الدولية على رأس الاتحاد الأفريقي. اليوم الاتحاد الأفريقي ربما لا يعترض في 24 شهر، حتى إذا نحن قبلنا أنكم تستمروا في 24 شهر، فما هي الضمانات المادية المؤكدة التي ستسلمون السلطة لمدنيين؟ هنا الإشكالية القانونية، وفيها عامل الثقة، انعدام الثقة موجود، وبالتالي طالما انعدام الثقة مع المجتمع الدولي موجود، ماذا يفعل شخص دبلوماسي مثل السيد محمد صالح النظيف حينما تكون أن الثقة انعدمت بين الدولة الشهادية والمجتمع الدولي؟ أتمنى أن تصلح الدولة ثقتها، تعيد ثقتها مع المجتمع الدولي قبل أن تسلم العمل للشخصية الدبلوماسية. طيب، في ذات السياق الآن في المسار الانتقالي الجديد، ما الأولويات المطلوبة على صعيد التهيئة لإجراء انتخابات عامة نزيهة وشفافة وتضمن مشاركة مختلف الأطراف؟ سيد الكريم، بالنسبة للمجتمع الشادي ما ينقصه الكثير من سبل الحياة الكريمة، ولكن الأولويات وفقا لمثلث العلامة مازلو، الأمن والسلام في داخل الدولة الشيادية حاليا أصبح أولوية تفرض ذاتها، وواقع الحال حتى إذا تكلم مسؤول وقال لا في تشاد حاليا الأمن والسلم موجودين، لا. إذن نحن اليوم نطالب الحكومة ونطالب المجتمع الدولي أن يقف معنا كذلك، حتى بالأفكار معنويا قبل الماديات، أن يؤمن لنا الأمن والاستقرار في داخل الدولة الشيادية حتى نصل إلى مرحلة الصندوق الذي فيه تقول الأمة الشيادية كلمتها. إذن الأولوية اليوم أصبحت بحكم الواقع الفعلي على الأرض، تمثلت في الأمن والاستقرار والسلم أهم الأولويات وأمام الأولويات التي تعرض على الترابيزة اليوم. إذن الأستاذ الجامعي والباحث الدكتور الأمين الدودو عبد الله الخاطري، كنت معنا من العاصمة نجمنا، شكرا جزيلا لك. ألف شكر، تحية استقبال وربي يحفظكم. شكرا جزيلا. إذن رهانات وتحديات داخلية وإقليمية تواجهها الحكومة التشادية الجديدة خلال الفترة الانتقالية المحددة في عامين، تطال الأبعاد الأمنية والاقتصادية والتنموية وغيرها. قبل الاستفاضة في نقاشها ضمن محورنا الثاني لهذه الحلقة، نتابع هذا التقرير لنهى يوسف. أولويات وتحديات داخلية وإقليمية تنتظر حكومة الوحدة الوطنية في تشاد. على الصعيد الداخلي سيكون البعد الاقتصادي والتنموي أحد الأولويات الملحة، بعدما أعلنت البلاد قبل أشهر حالة طوارئ غذائية جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وموجة الجفاف التي تضرب منطقة القرن الإفريقي. إلى جانب ذلك، فإن إحلال الأمن بمنطقة بحيرة تشاد التي كانت في وقت من الأوقات شريان الحياة لفئات واسعة من التشاديين قبل أن تتأثر بالتغير المناخي وتنتشر في أجزاء واسعة منها جماعة بوكو حرام الإرهابية، إحلال الأمن بهذه المنطقة سيحتل اهتماما كبيرا في المرحلة المقبلة. البلاد التي تعد خامس دولة إفريقية من حيث المساحة سيكون تأمين حدودها مع ليبيا ووسط إفريقيا ونيجيريا والنيجر رهاناً وتحدياً أمام حكومة الوحدة الوطنية خلال عاميها القادمين. ضمن ذات السياق، سيشكل تعزيز المصالحة مع الحركات المتمردة التي لم تشارك في الحوار إحدى الأولويات الهامة سبيلاً إلى تعزيز أمن واستقرار تشاد وقطع الطريق أمام أي تحرك تمردي جديد.
تعزيز علاقات التعاون الأمني والتبادل الاقتصادي والتجاري مع دول الجوار، خصوصا التي تشترك مع تشاد في مجموعة الخمس بالساحل والتي تعيش حالة جمود بعد الانقلابات العسكرية الأخيرة، أو التي تشترك معها في القوة متعددة الجنسيات لمحاربة بوكو حرام، أو في هيئة إيجاد، ستكون حاضرة بقوة على أجندة الحكومة الجديدة. وللنقاش معنا من أنجامنا الدكتور أحمد محمد زغلو، باحث في العلاقات الدولية وأستاذ بعدة جامعات تشادية. مرحبا بك دكتور. مرحبا. أهلا وسهلا بالاستضافة. مرحبا دكتور. قبل أيام أعلنت تشاد حالة طوارئ لمواجهة الفيضانات التي تجتاح مناطق واسعة من البلاد، وقبل أشهر أيضا كانت قد أعلنت حالة طوارئ غذائية. ما مدى أولوية وإلحاح هذان الملفان في أجندة عمل الحكومة الجديدة؟ للعلم أن دولة تشاد مرت بأزمات غذائية على مر التاريخ منذ سبعينات القرن الماضي، مرت بمجاعة ما سميت بمجاعة أم سدر، وأيضا في سنة الثمانينات أيضا مرت بمجاعة سميت بسنة الجفاف. فتاريخ تشاد مع الأزمات الاقتصادية الغذائية ليس حديثا، فهي في تاريخها مرت بكثير من هذه الأزمات لكنها تجاوزت هذه الأزمات. الآن الحكومة الانتقالية أو ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية، نحن هنا نسميها حكومة الوحدة الوطنية لأنها جمعت جميع أطياف المجتمع، من معارضة مسلحة، من معارضة سياسية، من جمعيات مجتمع مدني. فأولى مهام هذه الحكومة أو حكومة الوحدة الوطنية هو الأمن بكل معناه، الأمن الغذائي، الأمن الاقتصادي، الأمن المجتمعي، الأمن الشامل. على ذكر مختلف يعني هذه الأبعاد، البعد الأمني سواء منه ما تعلق بعمليات تمرد جديدة أو تعزيز جهود التصدي لبوكو حرام، ما موقعه من الاهتمام خلال الفترة الانتقالية الجديدة؟ نعم، حتى يعني عند وفاة المشير في أبريل عام 2021 تقرر أن الحكومة يتم تسليمها إلى الجيش. لما؟ لأن تشاد مهددة أمنيا من كل جهاتها، سواء من بوكو حرام أو من حركات متمردة. فإذا ما زالت هذه المهمة ما زالت موجودة، وكانت يعني محور نقاش في الحوار المنعقد في 20 أغسطس إلى 8 أكتوبر عام 2022. كانت المحور الأول اللي هو الأمن والمصالحة والتلاحم الاجتماعي، فأعطي مسألة الأمن أولوية، وخاصة فيما يختص بتأمين الحدود ومحاربة الإرهاب. فيعتبر الأمن من ضمن الأولويات التي وردت في دفتر مهام الحوار الوطني الشامل والسيادي التشادي. ولذا الحكومة الوطنية أو حكومة الوحدة الوطنية مطالبة بتأمين أو بالبدء في عملية الأمن بكل أنواعه، غذائي، صحي، مجتمعي، اقتصادي. ضمن ذات السياق دكتور، توجد اليوم بعض الحركات المسلحة لم تشارك في الحوار، إلى أي حد تشكل خطرا على الاستقرار، وما المطلوب القيام به من أجل وضع سلاحها؟ ما زالت تشاد يعني ترفع يد السلام، الحكومة التشادية ما زالت ترفع يد السلام، وأن خطاب رئيس المجلس العسكري سابقا، رئيس الانتقالي حاليا، كان واضحا جدا في أن الحوار ما زال مفتوحا لكل تشادي، لكل معارض، ما زال الحوار مفتوحا. فإذا الحركات التي نأت بنفسها عن المشاركة هي مدعوة والباب مفتوح للسلام، لأن مشاكل تشاد لا تحل بالسلاح،
نحن قد جربنا السلاح هذا منذ فترات متعددة مختلفة، فحتى حركة فاكتة، حركة التغيير وغيرها من الحركات التي الآن تتواجد في سواء في السودان أو ليبيا أو إفريقيا الوسطى أو غيرها من الدول الأوروبية هي مدعوة للسلام. فالخطر الذي يمكن أن تشهده تشاد هو الصراع أو صراع النفوذ، صراع الدولي. طيب دكتور، بسبب الإرهاب بعض دول الجوار وذكرتها كليبيا ووسط إفريقيا بالإضافة إلى نيجيريا والنيجر، هي دول غير مستقرة، ماذا عن أولوية البعد المتعلق بتأمين الحدود؟ ونحن نعلم أن تشاد سبق وأن سحبت بعض قواتها في الساحل من أجل تأمين حدودها. أكبر تحدي يواجه الدولة التشادية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا مسألة تأمين حدود تشاد، لأن كما تعلم أخي أن تشاد يعني تمتلك مساحة كبيرة جدا ومساحة شاسعة من حدود إفريقيا الوسطى إلى النيجر، كلها يعني حدود مفتوحة. فالجيش التشادي يواجه يعني صعوبات في تأمين الحدود، وخاصة عندما ظهرت الآن مسألة الإرهاب في الساحل وعدم الاستقرار الموجود في دولة ليبيا وكذا السودان وكذا إفريقيا الوسطى، يعني أثقل على تشاد يعني كاهل كبير جدا من الصعاب أن الحكومة التشادية وخاصة حكومة الوحدة الوطنية ستواجه هذه الأزمة وستواجه فيها تحديات كبيرة جدا. وأنا يعني هنا يعني أشعر بنوع من عدم الراحة في أن الحدود التشادية يعني كلها موبوءة أو كلها يعني نزاعات. فهذا طيب دكتور، بالإضافة إلى البعد الأمني، البعد الاقتصادي والتجاري من خلال علاقات تشاد مع محيطها خصوصا الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا سماك، ما مدى أولويته؟ جدا، أن تشاد بالطبع دولة حديثة، يعني حدود مقفولة تعتمد فقط على الدبلوماسية وخاصة الدبلوماسية التعاونية مع جيرانها، ومن هنا تأسست منظمة السيماك واللي هي منظمة اقتصادية تجارية تعمل على تسهيل الحركة الاقتصادية والتجارية بين الدول الست الأعضاء فيها من ضمنها تشاد. فيعني أهم شيء يعني تهتم به الدبلوماسية وخاصة مع حضور أو وصول السفير محمد صالح النظيف لوزارة الخارجية، يعني أهم شيء أولوية أساسية تقوية العلاقة ما بين تشاد ومحيطها، وده يعني يعطي تأمين نوعا ما غذائيا اقتصاديا تجاريا مجتمعيا وحتى أمنيا. طيب دكتور، بإيجاز، تشاد تعتبر دولة محورية في المنطقة وحليفة استراتيجية للغرب في مواجهة الإرهاب بالساحل، ما الذي تنتظره من المجتمع الدولي من أجل إنجاح مسارها الانتقالي على كافة الأصعدة التي ذكرنا؟ للأسف المجتمع الدولي طبعا كثيرا لا يلتزم بالتزاماته، رغم أن دولة تشاد وخاصة الجيش التشادي عرف بكفاءته في الحرب أو حرب الشوارع، إلا أن المجتمع الدولي حتى الآن لم يعطي هذا الجهد أو الجهد التالي الاهتمام. فنحن ما زلنا ندعو إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يقف وبكل قوة وصلابة مع دولة تشاد وخاصة مع المرحلة الحالية من أجل التخطي الخطر الذي يحدق بدولة تشاد من كل جانب. إذن الباحث في العلاقات الدولية والأستاذ بعدة جامعات تشادية الدكتور أحمد محمد زغلو، كنت معنا من أنجامنا، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.
شكرا لشيماء بحسين التي تشاركني إعداد هذا البرنامج، شكرا لكل عناصر الطاقم التقني، والشكر لكم أنتم أيضا مشاهدينا. يمكنكم مشاهدينا متابعة هذا البرنامج وغيره من برامج ميديا أن تي في على منصتنا medianews.com. نلتقي الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج عين على إفريقيا. إلى اللقاء.